السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة، وياكم دكتورة سارة. إن شاء الله راح نكمل وياكم المحاضرة الرابعة للديدان الطفيلية اللي هي intestinal flux. مثال عليها طلاب راح ناخذ fasciolopsis basci. fasciolopsis basci, it is a common parasite of a human and pigs called the giant intestinal fluke. إذن being the largest known parasitic fluke in humans. إذا هي من تعرف بأنها من الديدان المخرمات المعوية الضخمة بسبب كبر حجمها. زين عيني. The body can be هاي الصفات الخارجية مالتها. The body can be up to 7.5 centimeter in length and 2.5 centimeter in width. لذلك هاي الصفة اللي هي الضخامة، صورة طلاب على المقاطعة، لهذا جسم الدودة حيكون كبير وأخذت هذا الاسم اللي هو giant intestinal fluke. The worm inhabits the upper region of the small intestine. And الديدان تعيش وتستوطن inhabits وين طلاب مكانها موقعها بال small intestine. Okay. And when abundant لما تكبر أو تتوطن راح تقدر can also found in the lower area of the intestine المناطق السفلى للأمعاء and stomach. زين عيني طلاب راح تنتقل من مكان إلى آخر. ليش عيني؟ حتى يظل ببالكم حتى تقدر تمتص أكثر ما يكون حتى تكون البيئة أكثر ملائمة إلها، وهي هم صارت كبيرة تحتاج أن تنتقل. Fasciolopsis basci is the cause of the disease fasciolopsis. زين طلاب هذا اسم المرض اللي تسببه، واضح طلاب؟ صار عندنا ثلاث نقاط. اسم الدودة، ليش هي large intestine fluke، لماذا هذا السبب الأول، وهذا السبب الثاني. هنا قلنا طولها كبير، حجمها كبير و تستوطن تقعد بالأمعاء، لهذا حيمكنها تقعد بالأمعاء. زين عيني. أو ليش تقعد الديدان بالأمعاء وتستوطن؟ حتى تكون مناطق الأمعاء طويلة مقارنة بأعضاء الجسم البقية. زين هسه عيني الطلاب راح نروح إلى epidemiology، المناطق اللي تنتشر بيها. Distribution of fasciolopsis basci is endemic in Asia including China, Taiwan, Southeast Asia, Malaysia and India. إذا هي مناطق آسيا وشرق آسيا، بس راح نعرف ليش بعدين. It has a prevalence of up to 60 in India and mainland China and has an estimated 10 million human infection. زين عيني. ليش هاي النسبة من الإصابة عالية بهاي المناطق؟ لأن هي تنتشر بسرعة بين أطفال المدارس، بين أطفال بسرعة مناعتهم ضعيفة بسرعة تنتقل لهم. Infection occur most often in school age children or in impoverished area، المناطق الفقيرة with lack of proper sanitization system، أنظمة صحية. زين طلاب هذا هو السبب اللي يمكنها إنه هي تنتشر بهاي المناطق. مورفولوجي، الشكل مالتها راح نجي نشرحها. Fasciolopsis basci is a large leaf shaped، إذا هي شكلها ورقي. Dorsoventrally flattened worm، مسطحة ظهرية وبطنية، ظهر وبطن. Dorso ظهر وventral بطن. That is characterized by a blunt anterior end، زين عيني طلاب نهاية أمامية. An adulting and branched cica، هاي وصفناها هذيك المرة إن شاء الله تتذكروها، مو سوكة طلاب، سيكا. An adulting and branched cica تشن sac like cavity with single opening، تجويف مع فتحة بسيطة. هنا عندنا طلاب الأعضاء التكاثرية مالتها دندريتك
testis, branches, ovaries. زين هاي وصف الأعضاء مالتها. And ventral sacer to attach itself to the host. تحوي إذا مقدمة أمامية وتحتوي على ventral sacer اللي سميناه الأسيتابلم. أوكي طلاب إن شاء الله تتذكروا وإحنا أخذناه بالمحاضرات السابقة وأخذنا وصفه. وهذا الأسيتابلم is larger than the oral sacer. It has extensive vacuolate follicle. It's شلون نقدر طلاب إحنا هاي النقطة ثانية شلون نقدر نفرق عن بقية الفاشيولوتس؟ It can be distinguished from other fasciolates by leg, by a leg of cephalic cone or shoulder and the unbranched sacer. هاي الصفة تميزها عن بقية الفاشيولوتس. ديدان الفاشيولة الأخرى. زين عيني الإدام عدم وجود مخروط رأسي وكذلك unbranched سيكا سيكا مالتها unbranched. زين طلاب هاي كنا طلاب هاي وصفها احنا هاي الأورال سكر هاي الفنترال سكر. زين عيني بالنسبة للأعضاء التكاثرية مالتها هنا موجودة تابعوا عليها طلاب الأوفري والتستس تم وصفها سابقا. Infection and symptoms الأعراض والإصابة. الإصابة طلاب acquired by ingestion of the beta sarcaria is تكون بواسطة الميتا سرقارية. Insisted on fresh water vegetation. Most infectious are light and asymptomatic. إذا insist مالتها حتكون إصابة طلاب insisted on fresh water vegetation most بحيث صارت الإصابة من عن طريق الانسيست بالفريش من النباتات المائية اللي ممكن يتناولها الإنسان راح تكون الإصابة خفيفة وسمباتيك لا يوجد أعراض. لكن إذا كانت هناك in heavy infection symptoms can include إذا كانت إصابة جدا قوية وصف منه injection of beta sarcaria لأن حتتحول وتنمو داخل الإنسان أو المضيف راح يصير عندنا abdominal pain ألم بالمعدة أو بالبطن chronic diarrhea مودير ديارية إسهال مزمن أنيميا فقر دم ستيك توكسيميا allergic response. ليش حتصير allergic responses sensitization caused by the absorption سبب هنا عم تقولي طلاب sensitization caused by the absorption of the warm allergenic metabolites زين الحساس امتصاص المواد الحساسية سبب الحساسية may eventually cause death سبب موت المريض and intestinal obstruction damage لل ضرر للأمعاء اللي موجودة بيها